اهلا بكم يا شباب، انا ايمي كيو. اليوم يا اصدقاء عندنا نزالات بين البلابل من ويف 1 بباتل بيرس توربو. اذا يا اصدقاء يلا نبدا هذا الفيديو. 3 2 1 انطلاق انطلاق. واو، ضربات قويه يا اصدقاء. النزالات يكون عشوائي، سو جون بي راندوم. سو يا بنعمل 10 نزالات. اوكي واو، ما تبدا فوز. مفيش بيرس كيف، مفيش بيرس، ولكن الاخير فاز. النزال الثاني 3 2 1 انطلاق انطلاق. واو مش قوي مش قوي، ولكن ضربات قوي. كيف يا اصدقاء من سوف يفوز، الامبراطور ولا الوميض؟ من سوف يفوز؟ لا، الوميض خسر، الفائز هو الامبراطور. الان النزال الثاني التالي 3 2 1 انطلاق. ضربات قوي، بيرست فينش. لا ما فيش بيرست فينش. الخفاش سوف يفوز اكيد. اوه الخفاش فاز. النزال الثاني 3 2 1 انطلاق انطلاق. ضربات قوي من الاخير ولا الامبراطور؟ من سوف يفوز؟ واو ضربات مزدوج، الفائز هو الامبراطور. الامبراطور قوي اصدقاء. اوكي النزال التالي سوف يكون بين الوميض والشجاع. والشجاع اذا يلا نبدا. انطلاق. اوه ضربات قوي من الشجاع. انت بوات وزا دخل يسلم. اوه ضربات قوي من الشجاع. انت بوات وزا دخل يسلم. موجود يا اصدقاء، قوة الشجاع، قوة الدرايفر يا أصدقاء. شفتم؟ فاز الشجاع فاز. الآن النزال التالي سوف يكون بين هذا البلبل. يلا نبدأ. 3 2 1 انطلاق انطلاق. أوه ضربات قوي من الوميض، ولكن قوة الدفاع للأخير يا أصدقاء. الأخير هذا الديفنس. من سوف يفوز؟ الأخير. نعم الأخير فاز. شفتوا يا اصدقاء هذا اكستند بلس. بنعمل نزالات بالاكستند بلس والاكستند الاكستند بلس الاكستند. يا اصدقاء بنعمل نزالات بالاكستند بلس والاكستند. سو اشتركوا اذا انتم مشتركين، ساعدوني يا اصدقاء. النزال الجاي 3 2 1 انطلاق انطلاق. اوه نذر اوفر فينش يا اصدقاء. شفتوا؟ اوكي الان يا اصدقاء بنعمل نزال بين الاخير والخفاش. انطلاق انطلاق. ضربات مزدوج، ولكن بيست فينيش. شفتم؟ قوي جدا. نغير النمط الان، حطيتها في نمط الهجوم. ويا للاكستن بلس، هذا اكستن بلس. اوكي وي هاف هجوم وي هاف شو اسمه دفاع وتحمل. والاكستند العادي عندنا المرتفع والمنخفض. خلاص اوكي النزال الثاني 3 2 1 انطلاق انطلاق. واو ضربات قوي من الشجاع يا اصدقاء. واو الان يا اصدقاء هذا البلبل سوف يواجه اليمين، ولكن في الهجوم يا اصدقاء. 3 2 1 كل البلادن من الويف 1، وبعدها يا اصدقاء بنعمل فتره عدلة في هذه البلادن من الويف 2. يلا النزال الاخير الماراثون يا اصدقاء لنبدا. 3 2 1 انطلاق انطلاق انطلاق. واو ضربات قوي من الاخير. واو اخير فاز من النزال الثلاثي. اخير فاز. الآن يا أصدقاء بنعمل النزالات
ان هذول الثلاث شفتم دفاع هجوم هجوم. خلينا نبدا ثلاثة اهو. الصلاة واو ضربات قوي. من سيفوز الدفاع ولا الهجوم؟ واو الامبراطور فاز. امبراطور قوي جدا يا صقاء. اوكي النزال الثالث سوف يكون بين الخفاش بين هذول الثلاث. اوكي يلا نبدا. 3 2 1 انطلاق انطلاق انطلاق. ضربه قوي. هل الخفاش سوف يفوز؟ واو لطفك يا صقاء. الخفاش فاز دفنني سلو موشن. الآن بنعمل نزالات بين هذول الثلاث. يلا نبدأ. 3 2 1 انطلاق انطلاق انطلاق. واي صادت الوميز فاز بتحطيم البلبل. يا هذا هو الفيديو التقى ماراثون صغير مش كبير أكيد. سو هذا هو الفيديو. شكرا يا أصدقاء، اشتركوا إذا أنتم مشتركين، ساعدوني يا أصدقاء، اشتركوا في قناتي الـ Everything، قناتي كل شيء، لو سمحتم اذهبوا واشتركوا وساعدوني، طلع مع سلامة يا أصدقاء، بدء فترة عرض البلاذل الجديد من ويف 2 سوف يأتي قريبا، لو سمحتم اشتركوا إذا أنتم مشتركين، سو يساعدني بكثير، مع السلامة يا أصدقاء، مع السلامة.